نظمت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة السويس قافلة طبية بقرية شندورة بالقطاع الريفي بحي الجناين بمحافظة السويس بالتعاون مع جامعة قناة السويس. وقال مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بمحافظة السويس عادل طاهر إن القافلة أجرت الكشف على 618 مريضا في تخصصات مختلفة، ووجه المستفيدون من القافلة الشكر للرئيس السيسي على المبادرة. هذا وتضمنت القافلة أيضا خدمة بيطرية وعلاجية بالقرية، وتم صرف العلاج بالمجان.